السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج وقفة احتجاجية. حلقة اليوم نقف فيها وقفة إجلال واحترام لشغيلة الجماعات المحلية في مختلف ربوع المملكة، ونسلط الضوء على معاناتهم من خلال الوقوف على أهم المشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة الجماعية بمدينة الدار البيضاء. وهل صحيح أن المجلس الحالي بقيادة عبد العزيز العماري أخل بالتزاماته تجاه الفرقاء الاجتماعيين مدينة البيضاء؟ محاور وأخرى سنناقشها مع ضيفينا الكريمين خليفة البشري، منسقة التنسيقية النقابية لشغيلة الجماعات المحلية بالبيضاء، ورشدي المعطي، عضو التنسيقية النقابية لشغيلة الجماعات المحلية بالبيضاء. أهلا وسهلا بكم ضيفين الكريمين. قبل أن ندخل في هذا النقاش، يجب أن لابد أن نوضح للمشاهد التنسيقية النقابية مما تتكون، يعني الهيئات النقابية اللي تتكون. أولا وقبل كل شيء نتقدم بالتعازي لضحايا كوفيد بالنسبة لجماعات الدار البيضاء والناس الذين أصيبوا بهذا البلاء، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين خلاله داخل المغرب وخارجه. المهم، التنسيقية النقابية تتكون من خمسة مركزيات نقابية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لا سي دي تي، الاف اس دي، الاي جي تي ام، الاو دي تي، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. نعم، هذه التنسيقية، هذه التنسيقية المشكلة لهذا يعني الشغيلات الجماعات المحلية بمدينة الدار البيضاء. ماذا يقع؟ اسمح لي سي بشير، يعني شنو المشكل معكم مع المجلس المدينة؟ شنو مشاكلكم انتم كشغيلة الجماعات المحلية مع المجلس، مع المكتب المسير الحالي لجماعة الدار البيضاء؟ هناك العديد من المشاكل مع هذا المجلس منذ تولي هذا المجلس. اولا بعد بان جماعة الدار البيضاء تعتبر من اكبر الجماعات ومن اكبر الجماعات داخل المغرب، واكبر الميزانيات التي تحتوي عليها هذه الجماعة. هذه الجماعة كتكون 16 مقاطعة زائد المجموعة الحضرية سابقا هي 17، يعني ميزانية كبيرة، والموظفين والاطر التي تتكون من هذه الجماعة تفوق 13000 عامل وموظف. المشاكل اللي كنعاني منها العديد من المشاكل هي اولا وقبل كل شيء المستحقات والمتاخرات منذ 2017. كاين المشاكل ديال الموظفين رهن الاشاره، كاين المشاكل ديال المتقاعدين، كاينين المشاكل ديال المتقاعدين والمتوفين، وكاين مشكل ديال امتحانات الكفاءه المهنيه، وكاين مشكل اجتماعي اللي غادي نطرقوا له مجموعه ديال النقاط ديالهم. دابا هذه مجموعه بحال نقولوا هذه المشاكل اللي عندكم او الملف المطلبي ديالكم. حاليا في هذه الفترة، يعني في هذه الخمس سنوات الأخيرة، لوحظ أن شغيلة الجماعات المحلية أو شغيلة الجماعات المحلية بمدينة الدار البيضاء يعني كان عندها واحد الاحتجاجات كثيرة وفي عدد من المحطات. تسأل المواطن البيضاوي على سبب هذه الاحتجاجات، وأنا غنرجع معك للسؤال الأول، واش هذا المجلس الحالي فشل في تدبير الملف تاع الجماعات المحلية تاع شغيلة الجماعات المحلية؟ فعلا انا معك في الطرح اللي طرحتيه الاستاذ الكريم، بان الملف ديال الجماعات وبالخصوص في الشق الاجتماعي وفي الشق ديال الموارد البشريه، لان المستحقات دابا حاليا تفوق 10 المليار ديال السنتيم اللي كيتسالوا الناس في المستحقات ديالهم. بالنسبه لهاد المستحقات ديالهم بالمجالس السابقه ما كناش عندنا مشكل لم يكن عندنا اي اشكال مع المجالس السابقه في هذه المشاكل ديال المستحقات. علاش؟ لان الميزانيه ضخمه والمشاكل كلها تتلخص في مستحقات. حنا هاد الناس ما كنطلبوا منهم حتى حاجه يعطيوها لينا، كنطالبوا غير المستحقات ديالنا يعطيوها لنا. ملي كتهضر مع هاد الناس وتناقش مع هاد الناس كيقول لك اودي ضعف ديال الميزانيه، ولكن حنايا كموظفين وكاطر وكعمال بسطاء ليس لنا دخل. انا كنعرف غير الصالير ديالي خصني نتخلص فيها، والمستحقات ديالي خصني نتخلص فيها، والمشاكل ديالي خصني نحلها معاهم بكل الطرق. رغم التدخل ديال التنسيقيه النقابيه، مجموعه ديال المراسلات، مجموعه ديال المشاكل، طرقنا جميع البيبان، كنطلبوا بحوار جدي وحقيقي. اسمح لي لقطعتك، هنا غندوز للسي المعطي. هو تطالبون بحوار جدي وحقيقي،
واش ما كانش عندكم حوار مع المجلس الحالي مع المكتب المسير؟ حطنا في الصوره يعني، اعطينا كيفاش كانت العمليه الحواريه كيفاش. شكرا. نعم السي بشيري. تنتكلموا على حوار، لان الحوار من خلاله ممكن نتجاوزوا هاد التوترات، ويمكن نتجاوزوا حتى هاد الاحتقال اللي ذكرتيه في السابق ديال احتجاجات متكرره لشغيله جامعه الدار البيضاء. للاسف شغيله جامعه الدار البيضاء، وملي تنذكروا الدار البيضاء وتنذكروا المدينه الذكيه وتنذكروا هذا الاساسي في هاد العمليه والاساسي في تشويه الخدمات هو العنصر البشري. مجلس مدينه الدار البيضاء في جل المراحل ديالو ولا جل الدورات ديالو كيغيب النقاط المتعلقه بالعنصر البشري اللي هو الموظف، اللي هو الاساس في التنميه، واللي هو اللي غيقدم واحد المجموعه ديال الخدمات اللي هي مرتبطه بالمواطن البيضاوي. مجلس مدينه الدار البيضاء، وهذا هو الفرق بينه وبين المجالس السابقه. لان المجالس السابقه كان دائما كيكون حوار، واما مباشر مع النواب اللي عندهم تفويض في القطاعات، اما المهم لا ديال الموظفين ولا ديال هذا الاشغال ولا الى اخره، او مباشره مع السيد الرئيس. والا ما كان السيد الرئيس، المهم هو تيكلف السيد الكاتب العام السابق اللي هو اصبح اليوم المدير العام للمصالح، اللي هو تيكون واحد الحوار اللي حوار جدي، واللي هو كان يفضي الى نتيجه، واللي هو كنطالبوا به اليوم يفضي الى نتائج معقولة، نتائج مقبولة. وحتى لا كانت بعض الإكراهات اللي كيعاني من المجلس، تنكونوا حنا كفرقاء على بينا، وهذه كتساعدنا حتى في تأطير الموظف وكذا وإبلاغه أشنو كاين. المعاناة الحقيقية اللي كنعانيو منها اليوم هو التغييب ديال الفرقاء الاجتماعيين، سد باب الحوار، ما كاينش حوار، مجموعة من الاتفاقيات سواء على مستوى لا التدبير المفوض ولا هاد شركة التنمية المحلية اللي مجموعة من الموظفين داخلها، يعني غنرجعوا لهاد النقطة تاع شركة التنمية بالتفصيل غنرجعوا ليها. لا أنا غير بغيت ندرجها، لأن هذه من ضمن الاتفاقيات اللي حنا خصنا نكونوا على بينة. نعم على الأقل، لأن راه المجلس هو المسؤول وما يمكنش تغير له شي قرارات، ولكن على الأقل هذيك الفترة ولا هذيك المرحلة اللي غادي يكون الإشراك غادي تكون حتى على بينة بالأشياء، ويمكن تطرق له لبعض النقاط اللي حتى هو غيشوفها منطقيه وغيشوفها بصمم له، ويمكن ياخذها بعين الاعتبار. هذه هي الاشكالات اللي كيعاني منها. يعني غياب حوار، سوء تدبير هذا الملف. هنا غنرجع لك سي خليفه. سي خليفه، واش هذا السبب ناتج على انشغالات المجلس في مصالح مدينه الدار البيضاء والاوراش الكبرى ونسى هذا الملف ديال الموظفين، ولا السبب هو سوء تدبيره لجميع الملفات ومن بينها الملف تاع الموظفين؟ السبب الحقيقي اللي كتشوف بان حنا كنطرحوا تساؤل، واش الرئيس كيعرف بانه راه كيديريجي واحد 13000 موظف وعامل واطار داخل الدار البيضاء، ولا لا يحل مسؤوليه لبعض الناس ولكن ما كيوفوش بالالتزامات ديالهم. ملي كتوصل المتاخرات الى 4 سنوات او 5 سنوات والناس كتسول على المسائل ديالها، هنا كيطرح واحد علامات استفهام، لان الجماعه الحضريه راه قايمه بعض الموظفين، وهاد الموظفين هما العمود الفقري اللي كيمشي عليهم المجلس، لا في النظافه ولا في الشؤون الداخليه ولا في الشؤون الخارجيه، حتى من الدورات ديال المجلس راه كاين قسم اللي كيقوم وكيخدم ليل ونهار، ولكن كتابه المجلس، ولكن ها هما متغيبين. ملي كتجي للدوره وكتدوز 5 سنوات من الدوره دابا لحد الساعه، حنا المجلس هو على النهايه ديالو، ولو نقطه وحده ديال كتهم العامل والموظف. ونعطيك على سبيل المثال، على سبيل المثال كانت هناك مساكن معدوده للسكنه في الجماعات السابقه، اللي كانوا هذوك الرؤساء كيفهموا وكيديروا وكيعطيوا واحد الدفعه قويه للعامل والموظف، باش كيتشجعوا لينا العامل بسيط عامر كريديات عام مجموعه ديال المشاكل. كان هنا المشروع ديال ولاد زيان راه باقي قائم الذات، والمشروع ديال احمد الصباغ، هذوك مساكين علاش دوزوهم في الدوره ودفعوهم للقطاع الخاص؟ راه الموظف اولى بهم. مثلا غادي تقول لي هذاك العدد قليل، غادي نديروا التيراج والسور وتكون واحد الحسنات كتبات لهذا المجلس اللي كاين. ولكن ملي الناس كتسول غير على حقها
حنا ما بغينا والو، بغينا غير حقنا يتعطى لينا. عاد خلي لي بروتوكول اللي كيديروهم، لان كنعرفوا بان العمده ديال الدار البيضاء راه هو الرئيس الفعلي، هو الرئيس ديال المجلس الاداري ديال الشركه ديال النقل وديال هذه، كان هو يراعي الموظف ديالو، وحنا ما كنطلبوش المجانيه. يدير لينا واقيلا شي حاجه رمزيه ونركبوا في الطرام ونقولوا راه الجامعه دارت لينا شي حاجه. ما كاينش نوادي، ما كاينش مجموعه ديال الاشياء، ما كاينش مخيمات اللي كاينه اللي ما كتفعلش، كاين مجموعه ديال الاشياء، وعندنا اراضي كبيره، وعندنا مجموعه ديال، يعني الحلقه الاضعف هو الموظف. ونعطيك واحد المثال اللي قاسنا بزاف، هما هذوك العمال والموظفين ديال رهن الاشاره. هاد العمال والموظفين تقريبا العدد ديالهم واحد 1200، دابا راه بقات شي 838. شدين باش نوضحوا للمشاهد، هاد الموظفين رهن الاشاره والموظفون رهن الاشاره هما يعني تقريبا عددهم 1200 ويتوزعون على مجموعه. انا غادي نعطيك، انا غنجيك السي يوسف. هاد الناس، هاد 1200 موزعه على مجموعه ديال المصالح العموميه. يعني هنايا كاين واحد السهام خصو يعرفها السيد العمده، لان هاد الناس كتخدم الساكنه البيضاويه، والساكنه البيضاويه راه ما فيهاش غير الجماعيين، راه فيها التعليم، فيها الصحه، فيها الرياضه، فيها الشؤون الثقافيه، فيها الاسلاميين، فيها الماليه. يعني هاد الناس راه كينمي المدينه، وراه هي الصوره ديال مجلس المدينه. لان انت كعمده ديال الدار البيضاء، هاد الناس اللي حرمتيهم هاد الساعات الاضافيه، هاد الساعات الاضافيه شحال غادي تعطيهم؟ راه 4 دراهم السي يوسف، 4 دراهم كتضربها في 40 ساعه ديال الشهر، حرم هاد الناس، رغم انه خلص 10000 واحد ديال الدار البيضاء. علاش حرمتي هاد الناس؟ ما بغيتيش هاد الناس تعطيهم الحقوق ديالهم؟ ايوا داير انت، راك هو العمده، هو الرئيس المتسلسل ديالنا، هو الرئيس الاول، ودخل هاد الناس باش ما يضيعوش في الحقوق ديالهم. كترما نعطيك واحد مثال بسيط، بان الا مشينا غير السبيطار بنمسك سيدي عثمان، هذا السبيطار بنمسك سيدي عثمان ما يفوق على 60 واحد ولا 70 واحد، ضاربين 20 سنه تما ولا 15 عام. تصور هادوك دابا دخلوا دخول جماعي، دخلوا دخول جماعي للجامعه، غيولي خلل، غيولي خلل داخل الدار البيضاء. ديك الساعه المندوبه ديال الدار البيضاء غتصل بك، غادي تقول لك هاد الناس كيخدموا، وحنا طلبنا منكم مجموعه ديال الحوارات. علاش كنقولوا هاد الناس كيديروا معنا حوار دبلوماسي، ماشي حوار حقيقي اللي كيفضي الى تعهدات؟ قلنا لهم ديروا لجنه وسيروا دوروا على هاد الناس، وبالشهاده ديال اللي في الماليه، اللي في الصحه، اللي في التعليم، اللي في جميع المصالح العموميه، لان هادو كيخدموا الدار البيضاء، وانت راك عمده ديال الدار البيضاء، ماشي عمده ديال المديره بوحدها. يعني خصك تعطي لهاد الناس الحقوق ديالهم. وعلى ذكر الحقوق، كاين واحد الشريحه، مادام ذكرنا شرائح ديال الموظفين اللي يعانيو، كاين هذيك الشريحه ديال الموظفين يعني اللي كانوا في التدبير المفوض، 1130 موظفين كانوا في التدبير المفوض في قطاع النظافه، وتم الحاقهم بالجامعه الحضاريه. كي دايره وضعيتهم هذه؟ الوضعيه ديال هاد الناس كنا كنتمناو حنا كفرقاء اجتماعيين بان هاد الناس يتنصفوا. علاش يتنصفوا؟ لان حنايا ما شاركوناش في دفتر تحملات النهار الاولى جابوا هاد الشركات. علاش؟ لان الى رجعنا للتاريخ من السبعينات الفوق، هاد النظافه تبنات على ظهور هاد الموظفين الجماعيين. لان هاد الموظف الجماعي اللي كان في تدبير المفوض في النظافه كيفاش دخل وكيفاش ولا؟ بحال داك البرنامج كي كنتي وكي وليتي. انا دخلت صحيح ودابا ضربت معاك 15 سنه ولا 16 سنه، ما عمرك ما درتي ليا غير فيزيت ميديكال ولا شي برا على 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 لي مالادي ولا شي حاجه، ودابا كتلوحني ولاحوني بطريقه فنيه، بطريقه فنيه. يعني كان في التفاوض قبل قلنا راه غادي تعطوهم شي تعويض، غادي تعطوهم شي حقوق، غادي دير غير اعتراف ليهم، بعدا غير اعتراف ليهم، تجمعوهم ودير لهم شي حفل، وهذاك الشيء راك خدمتوا مع مدينه الدار البيضاء، والنظافه تبنات على ظهوركم. والبير من هذا بان دابا شركه تدبير المفوض ديال افيردا سينات بروتوكول مع نقابه معينه، سينات بروتوكول ودارت معهم اتفاق وقابلين الشروط ديالهم. ملي مشى المجلس الوصي كيرفض يدير التاشيره، هنا كاينه علامه استفهام. علاش انت ما غتعطي حتى ريال من جيبك؟ علاش ما تسينيش ديك الاتفاقيه؟ لان هنايا كتحاول باش ما ديرش السلم الاجتماعي داخل الدار البيضاء. واخر دليل راه هي الوقفه اللي كانت والعدد ديالها. عاد ندخلوا لواحد الموضوع اللي خطير جدا، هو ان مجموعه ديال المتوفين ما يفوق على 60 واحد ديال المتوفين داخل الدار البيضاء. يا الله، دابا واحد المده طويله ما خادوش لي سالير ديالهم وما خادوش الكابيتال ديسي. هاد الكابيتال ديسي لان كتشوف الارمله عندها جوج وليدات ولا ثلاثه وما عرفاش الاتجاه اللي غادي تمشي له، حبسوا عليها. علاش؟ قال لك السيوله ما كايناش. مؤخرا داروا واحد التحويل، هاد الايامات هادي ما كاملش شي 20 يوم ولا 15 يوم ولا شهر، داروا واحد التحويل، ولكن ده التحويل اعرج،
انا الا بغيت ندير التحويل وانا كمسير ديال الدار البيضاء ولا الناس اللي خدامين معايا خصني نشوف عدد الموظفين اللي كيتسالوا ونشوف المسائل ديالي وانا في الفتره الانتدابيه الاخيره ديالي. يعني خصني نخلي واحد الطابع ما نخليش من ورايا المشاكل. دابا لحد الساعه داروا واحد التحويل ديال 2 مليار و400 مليون ولكن التقسيم ديالو غادي يقسموه على حسب الاولويات. حنا معاهم على حسب الاولويات. يصب واش تم في الاستشاره معكم نتوما كفرقه؟ ما كاين لا استشاره لا والو. داز التحويل حنا اللي مشينا سولنا عاد قالوا لنا ها الطريقه كيفاش غادي تقسم. حنا ماشي ضد هذاك التقسيم غير حنا كنركزوا من هذا المنبر كنركزوا دائما داوي الحقوق هما الاولين ويتبعوهم الناس اللي ملحقين للجماعه ديال الدار البيضاء وما تخلصيش في لي سالير ديالهم ويتبعوهم مثلا التعويضات العائليه واللي بقى ناقشوه. ما علاش كاينين الناس من 2016 2017 2018 2019 لان هنا مجموعه ديال المشاكل الناس ما مخلصاش. على من بقاو في المشاكل سي المعطي شركات التنميه المحليه حتى هي كيشتغلوا في عدد من الموظفين، واش وضعيتهم نفس الوضعيه اللي كاينه دابا حاليا في مجلس المدينه في جامعه الدار البيضاء ولا هما عندهم وضع خاص بحكم ان شركات التنميه المحليه يعني دارت لحل المشاكل؟ دابا هذه من ضمن الاختلالات اللي ممكن نضيفوها في عدم الحوار، في عدم الاستشاره مع الفرقاء الاجتماعيين. نعم. شركه التنميه المحليه هي كانت منهجيه، ما عرفناش شنو النوايا، ولكن الامور يوم بعد يوم كتضح شنو هي النيه ديال المجالس وخاصه مجلس مدينه الدار البيضاء اللي دائما هو كيهمش الموظف بجميع الاسلاك ديالو، كيهمش الشغيله بشكل عام ولا يبالي بالقضايا ديالها. من ضمن هاد الشركة التنمية المحلية وخاصة بعض الشركات اللي الآن ما كيعطيوش ولو درهم واحد للموظفين، مع العلم العاملين داخل شركة التنمية المحلية وخاصة اللي هما ماشي موظفين اللي وظفتهم دارت لهم التوظيف المباشر شركة التنمية المحلية، فهما كيتقاضى واحد الأجر مرتفع ولا بغينا نقولوا بسخاء، ولكن الموظف اللي هو ضعفت عنده الخدمات مثلا الا كان كيخدم واحد 8 السوايع راه داخل شركه التنميه المحليه ملي ولا موضوع تحت اشراف شركه التنميه المحليه، ولا ممكن يخدم 12 ساعه يمكن يخدم السبت والحد، وهذا نقاش اخر لان حتى لا بغينا نشوفوا من الناحيه القانونيه واش مثلا اللي غيخدم السبت والحد وغادي يخدم الاعياد كيف واقع مثلا واحد الاطار قانوني كينظمات العمليه. لا واش غادي تناقشوا انت الشغل كاين الله يستر. نعم. غير واش انا دابا اللي بغيت واش لا انا ماجي انا نعم. ماجي انا واش غنتكلموا في السياق وبالقوانين ديال مدونه الشغل ولا غادي نتكلموا بالمساطير اللي هي كتحكم الوظيفه العموميه الى اخره. يعني هذا الموظف النقاش السابق اللي كان في بدايه احداث هذه الشركات هو راه غادي يكون تحسين الوضعيه المادية والمعنوية للموظف داخل شركة التنمية المحلية. نعم. ولكن مع التوالي الشهور والسنوات لأن أول شركة كانت هي داخل سوق الجملة ما كنلمسوش هذا الاتفاق اللي كان، وهذا من ضمن الاختلالات اللي خصنا نوقفوا عليها واللي كيف ذكرنا اللي خل بها مجلس مدينة الدار البيضاء تجاه الموظف الجماعي. نعم. بمعنى الموظف الجماعي كنا كنتكلموا في الأول كانت نقاشات مع المجلس السابق هو اولا الحقوق والكرامه ديال الموظف خصها تكون محفوظه داخل هذه الشركه لنجاه هذه الشركه جات ديال تجويد الخدمات. صحيح. بمعنى تجويد الخدمات لا يمكن تجويد الخدمات وما غاديش تجود تحفيزات للوضعيه الاجتماعيه ديال الموظف. لحد الساعه كاين واحد العدد ديال الموظفين ما كيتقاداوش ولو درهم من واحد من داخل هذا سوق الجمله، وباقي سميتو الشركات الاخرى كمركب محمد الخامس كذلك حتى هو الاخوان ما تيتقاداو والو، ما كاينش حتى داك الهاتف اللي تقريبا كاينه واحد 90 درهم في الشهر ولا هذا. ودابا مجلس مدينه الدار البيضاء ما وفرش لهم شروط الاشتغال، ما كايناش لا ظروف الاشتغال ولا ظروف حفظ الكرامه. بمعنى انت اصبحتي كموظف جماعي داخل شركه التنميه المحليه كانك تشتغل في واحد الضيعه فلاحيه. بمعنى من ناحية التعامل ما كاينش هذاك التعامل، انت كموظف جاي بواحد التراكم جاي من تجربة، بمعنى هاد التجربة هي اللي كتعطي العطاء وهي اللي كتنجح المرحلة الانتقالية ديال شركة التنمية. لولا هذاك الموظف الجماعي شركة التنمية المحلية ما كانوش ينجحوا في العمل ديالهم، ولكن نجحوا بالموظف
للاسف. وهذه كنا قلناها في واحد اللقاء وكان نيت تنسيق هذيك الساعه كان بيننا وبين الاخوان ديال السيديتي، وكنا قلناها للسيد نائب الرئيس في واحد الحوار، قلنا له ودي حنا كنتعهدوا كفرقاء اجتماعيين الى وفرتوا جميع الشروط وتوفرت الاراده السياسيه والاهتمام بالعنصر البشري راه الموظف الجماعي قد يعطي الكثير. بمعنى هذه الاختلالات والاتهامات اللي كنتهبوا بها الموظف الجماعي المسؤول عليها هو السياسي، لان السياسي هو اللي نهج واحد المنهجيه ديال تجريد الموظف الجماعي من المهام ديالو باش امام الراي العام كنلوتوا هذيك الصوره ديال الموظف الجماعي بانه راه فقير العطاء وفقير الكفاءه و ما كيقومش بالواجب مع العلم اللي كنهزوا موظف جماعي وكنديو المؤسسه ما عموميه كيف ذكر الاخ البشيري كنلقاو كيعطي واحد العطاء كبير. واضح سي المعطي. سؤال اخر، بما ان المناسبه فرق حنا دابا حنا في زمن كورونا، غنمشيو لواحد النقطه مهمه، هو داخل المصالح ديال جماعه الدار البيضاء واش متوفره شروط الصحه والسلامه، والناس اللي كيتصابوا بكوفيد واش كيتم العنايه بهم، واش كيتم مواكبتهم نفسيا وماديا وكذا. ندوزو على واحد جوج نقطات هنا اللي باقي لينا ديال يلا. بالنسبه للمصالح ديال الدار البيضاء، كتعرف بان حفظ الصحه داخل الدار البيضاء مصالح كبيره وترصدت لها مبالغ كبيره، ولكن تقاسوا عندنا مجموعه ديال الموظفين يعني فهاد الزمان في هاد زمان كورونا تقاسوا عندنا مجموعه ديال الموظفين في هاد كوفيد 19 ما كاينش اللي اعتنى بهم، ما كاينش اللي اتصل بهم ولو هاتفيا، لان علاش؟ نعطيك مثال، كتمشي البنكه من الابناك ديال المغرب كيتقاس واحد، كتجي البنكه كدير لهم لو تيست كلهم. حنا اللي عندنا شراكه مع الصحه في الدار البيضاء، عندنا شراكه مع مجموعه ديال الاقسام اللي تابعه لهذاك الشيء، لحد الساعه علاش الدار البيضاء ما ديرش لو تيست لهاد الموظفين ديالها؟ ما بمصلحه ديرنا لي تيست، علاش؟ وعندنا الاطباء، عندنا مجموعه ديال الناس، وحنا اللي كنفرقوا، دابا حنا اللي كنعقموا، حنا اللي دابا كندخل الاداره، على الاقل الكمامات ما كاينينش، على المعقم قليل، وهذاك خصك تدخل من الباب تلقى الكمامات، تلقى المسائل، تلقى جميع شروط الصحه والسلامه غير متوفره. ولكن الا جيتي تشوف لي بيجي اللي مرصود هذاك الشيء كبير، وحنا من هذا المنبر كنطالبوا بالسيد العمده يدخل باش يدير لو تيست للناس، علاش راه كاينين حالات؟ واش هو في خبارو ولا ما في خباروش؟ الله اعلم، لان كاينين حالات، مجموعه ديال الحالات وعندنا الاسماء ديالهم، حنا اللي كنا كنتصلوا بهم، وعلى الاقل فاش كتكون في شي اداره معينه وكيدوك مثلا لشي مجمع ديال كوفيد، اما لافوار، اما بن سليمان، اما جديده، اما كاينين الاخوان ديالنا مشاو لجديده مساكن، مشاو جديده واتصلنا بالاخوان ديال جديده اللي جابوا لهم مجموعه ليجيان، جابوا لهم مجموعه ديال الاشياء، يعني تقاسوا هاد الناس على الاقل. فاش كيتصل بك عمده، كيتصل بك عمده ولا نائب الرئيس ولا شي واحد من المجلس، نفسيا كتقول الحمد لله عندي اداره متابعاني، عندي ما نعرف دابا واش عارفينهم ولا ما عارفينهمش، وتصابوا، كاين اللي تصاب في بوشنتوف، كاين اللي تصاب في سيدي بليوت، كاين اللي تصاب في سيدي مومان، كاين اللي تصاب في الاغراس، كاين اللي تصاب في الحي الحسني، في مركب الامن، ما عندنا ما عارفينش احصائيات، ما عارفينش احصائيات، وربما حتى الاداره واش عندها ولا ما عندهاش. حنا اتصلنا باخوان كنقول لهم واش اتصلت بكم الاداره؟ ما اتصل بهم حد، ما شافهم حد. سي المعطي، واحد الكلمه اخيره ولكن شي حاجه اخرى ممكن نقصوها ولا ولا قبل الكلمه، شي رساله توجهها الرساله اللي غادي نوجه للسيد الرئيس، نتمنى صديقي ياخذ هذه الرساله بعين الاعتبار، وهو الموافقه على الميزانية ديال 2021 المخصصة للتسيير، اللي هو الاعتماد اللي كيعني الموظف الجماعي. وهاد الميزانية كنطلبوا من السيد العمدة يوافق عليها وتستجب انتظارات الموظفين وتستجب لهاد المتأخرات كلها وهاد التراكم اللي كاين ديال الملفات، وتستجب للتسوية ديال جميع هاد الملفات. وكنطلبوا من السيد العمدة يكون رجل حوار. نعم، حنا كفرقاء رانا ديال الحوار. نفس الاتجاه، وغادي نزيد هذيك النقطه ديال المتقاعدين، لان كتحدث لينا واحد المراره وداك الشيء. كاينه مجموعه ديال الموظفين المتقاعدين اللي باقيين كيسالوا المستحقات ديالهم ولا الوضعيه الاداريه ديالهم غير مسويه. كانت فاجئوا مؤخرا بان الاداره او الدوله دارت واحد القرار مجحف في حق هاد الموظفين، بان كيقول لك اللي ترسم في 2006
ما غيتملوش التحويل من لا ار سي ار للصندوق التقاعد. يعني عنده جوج صنادق، كتلقى صندوق فيه 400 درهم والصندوق فيه 1000 درهم، ملي كيخرج الموظف ب 1200 درهم ولا 1300 درهم راه عيب. حنا كنتسائلوا لانه هو عمده ديال الدار البيضاء، وهذا الشيء غيله كاينين بزاف عندنا هنا في الدار البيضاء. هاد 13 ريف غتلقى فيها مجموعه ديال الناس اللي كيعانيوا من هذه النقيطه، من هذه النقيطه. حنا كنطالبوه يراسل صندوق التقاعد رسميا ويقول لهم علاش اعتمدتوا، علاش فرقتوا، لان انا موظف، انا بحالي بحال كاسيوت، دخلنا في نفس هذاك، ولكن انا حسبوا لي جوج صنادق وما حولوا ليش. علاش مثلا ضربتي 10 سنين في هذا الصندوق تحولت لك، ما ترسمتي، ما حولوكش فلوسك، الا تحولوك فلوسك هنا السنوات كتكثر. ضربتي 10 سنين هنايا و10 سنين هنايا، هنا كتجيك 400 درهم وهنا كتجيك واحد 1000 درهم. ملي كيخرج الموظف هذاك راه مشكل عويص. رجعوا لي لا، ولكن غير واحد النقيطه قال لك شاروا ليها، لان خدينا من الاداره بان قالت دارت واحد المنصه الكترونيه، منصه الكترونيه خاصه بالتقاعد، بانها غادي تولي تعالج جميع المشاكل بهذه العمليه الالكترونيه، واعطاهم التلقين السري. يعني كيبقى البالون عند الاداره ديالنا اللي خصها تقوم بهذا العمل. باسمكم مشاهدينا الكرام نشكر الضيفين الكريمين. ملف شغيلة الجماعية أو شغيلة الجماعات المحلية بالبيضاء ملف يتدحرج ككرة تلج كبيرة وبسرعة، لكن للأسف حجمها يكبر بمآسي هذه الشريحة من رجال ونساء قدموا الغالي والنفيس، والذين ستظل لعنتهم تطارد عمدة الدار البيضاء. باسمكم نشكر ضيفين الكريمين وإلى اللقاء. شكرا.